عزيزتي المتتبعات، اليوم الشيف روزي طبخ الحلويات. اليوم عندي أجوبة للأخوات، وعندي نوريكم الطريقة اللي خدمت بها المربى تاع التعتين، يعني تاع لي فيك، يعني تاع الحرة. يعني الأخوات نهضرهم بكاع اللغات، قال لي بون هاد تبع الهضرة كي نقولوا حنايا بأي لغة نجاوبوها. يعني حنا نهضروا عفويا، مي يعني احنا ثاني ما نحمدوش ربي كما يقولوا. وكاين بعض الاخوات سالوني بعض الاسئله ثاني، راني راح نجاوب فيهم على ما يخص بعض المستلزمات تاع التخزين. شوفوا هنايا عندي المربى، ها وين نوري لكم. ها شوف، ها راكم تشوفوا فيه، ها شوف، يعني طيبته البارح. ها شوفي، ها وخليته حتى برد اليوم الصباح، عاد راني جبد فيها باش نديرها يتخزن. ها شوفي، قسما بالله لا احسن 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 من داك اللي تشريه من المحلات، عاجنينه ماكش عارفه كاش عاجنين فيه. ها شوفي، صدقيني ولا اروع. ها وين انا، هذا عندي 4 كيلو ورطل تاع حره، درت فيها 2 كيلو ونص ورطل تاع السكر، عندها 2 كيسان ونص تاع ماء، شويه تاع قرفه، مغرف صغيره تاع لافاني، وعصير حبه نص حبه تاع ليم اذا كانت كبيره، ولا كانت صغيره ديري حبه تاع ليم وعصريها من بعد تقيسيها فيه كيما كتشوفي. ها شوفي، قسما بالله لا احسن احسن، ما تحيد تشري من برا. ها قلت لك انا يشد لي حتى 9 اشهر 10 شهور، يعني حتى تلحق قريب يلحق عليه الموسم الاخر، وما نديره لا في مجمد لا والو، نديره في علب كيما هكا. شتي هادو اللي جيب فيهم الزيتون، غسليهم مليح وديري فيهم كيما كتشوفي هنا. ها هو، ها شوفي راه شاهي شاهي شاهي، يعني المحبات للمربى تاع التين هذا هو. هذه هي، كاين وحدك شي الاخت خصاتني الطوماطيس، قالت لي طوماطيس تاع جومبو، يعني كيفاش يعطيني رايك فيها، يعني حمراء ولا يعني على يعني علاش مميزينها شويه؟ مميزينها هي حمراء صح، هي صرا كيما تاع الحاره، يعني عندها نفس يعني تجي حمراء، تجي يعني بنينه ماهيش مقروصه ما والو، وفيها انغو تحسيها كلي بنينه، مش عارفه زايدين فيها توابل مانيش عارفه كيفاه. ها ها هنا الاخت اللي تحوس على هذه الملح، سقسات لي وحده الاخت قالت لي واش هو الفرق بين الملح اللي جاي العلبه تاع الصفراء واللي العلبه تاعها زرقاء. انا ما نكذبش عليك، انا دائما نستعمل هذا رويال باغسكو المنطقه اللي انا فيها دائما كينشرو نشرو نلقو غير هذا، انا جامي لقيت الزرق، يعني اللي الساشي تاعها زرقاء عمري ما لقيته، ما نكذبش عليك، يعني دائما نستعمل غير هذا. يعني سقسي الاخوات راهو معانا، يعني اللي كنا على بالها تستعمل الازرق تعطيها رايها، يعني انا والله ما على بالي، كون على بالي ما نبخلش على حبيبتي. ها وينه بالنسبه للنعناع، ها النعناع دائما كي تروحي تقضي دائما شري قبه، كي تشري ديك القبه شويه استعمليه ديريه في البورتمونجي كيما وريتكم ذاك النهار، ولا خرج ديريه نشريه ومن بعدها قلعي له العروفه نتاعها ودسيه كيما هكا. عندك الشتا كامل وانتي عندك النعناع، حتى الربيع وانتي عندك النعناع، المهم يعني الاحكام الغلق يكون محكم باش يشد لك. بالنسبه للخليع، ها وينه وحدك شو الاخت ثاني سقساتني على الخليع، ها وينه شوفي هذا تاع العيد راكي تشوفي فيه، راني دايره فيه الحار هنايا كيما كتشوفي. ها وينه شوفي، ما يقعد يابس، ما شوفي ما تعطي فيه ريحه ما والو. ها شوفي كيما راكي تشوفي، يعني كي يجي الشتا يعني غير استعملي، ها ديري شويه تاع الدجاج واستعمليه، ولا استعمليه مع البركوك صدقيني ولا اروع ولا اروع ولا اروع. ها شوفي الاخوات، ها شوفي انا هذا اللحم تاع العيد كي شرحته، شوفي ها يابس، شوفي ودارتها في العلبه في هذا البورتمونجي ومبلعاته، ودارتها غير تحت البوطاجيه، ما ديريه لا في مجمد لا والو كيما كتشوفي. ها يقعد كيما هو، ها يعني هذا ثاني تخزين، ما يكونش عندك اللحم جبدي اختي غير من هذا وطيبي لوليداتك، هذا مكان. ها شوفي يعني هذه السيده اللي تبغي تقتصد في دارها تخدم هذا الخدمه، ماشي نهار العيد تاكل ويعجبك الماكله تاع اللحم وتولي غير الله الله يا قلي وشوي وديري، لا قبضي كيما هكا دائما نقلع طرف. هاك شوفي يعني هذيك شويه من لي كوتلات، شويه من هذوك اللي يجوا تحت الجناب شويه، هاك شوفي. ها هوينه هذا دسات هنا للشتا كيما كتشوفي، شوفي ما يصرى له والو، يقعد كيما هو. شوفي ها هادو ثاني مستلزمات تسحقيهم في الشتا كيما الحره تسحقيها في الشتا، وانا مربى ها اختي شوفي ها تسحقيها مربى.
شوفي ها هذه تفوت وقت، شوفي شدوه كامله وتحطي لولادك. ها كي شوفي يقعدوا حبات، شوفي كيما انايا انا ما نكذبش عليكم، كيما انا عندي كاين لي باي لاصوص هذه تاعه، بصح انا نبغي ناكل الحبه كيما هكا تعجبني. ها انا كاع كنت صغيره كانت عمرها تعطيني نشري تعطيني نشري القواطه كيما هكا تاع العلب هذو تاع المربى، عاد بكري كانوا يخدموهم مليح ماشي كيما دروك. كنت صغيره 10 سنين 11 عام كي نوصل دارنا نحل العلبه ناكل هذا ونخلي لهم الماء. تقول لي ما والله غير انت اللي ساجيه وتاع روحك. ها شوف ها شوفي الاخوات، يعني انا نجيب لكم غير الحوايج اللي تنفعكم، ما نجيب لك انا لا خر لا فوتي منا ولا فوتي منها، لا بريستيج ولا خاتيج. احنا المجتمع الجزائري عفوي عفوي في داره، غير من يشوف الحال الكاميرا يتكلف. انا اختي ما نتكلف ما والو، يعني كيما هكا ولا تقعدوا. وانا بزاف الاخوات يتصلوا بيا ويقولوا لي يعني طريقتك عجبتنا درنا بها ورانا متهنيين وما خصنا والو. راح نجاوب الاخوات. الاخت اللي سموها يعني مرحبا بها اللي سموها لينا، قلت لكم انا دائما نكتب في ورقه باسكو علاه باش ما ننساش، باسكو كي عارفه كي تكوني تجاوبي على لي كومونتير يعني يعني ما شاء الله. مرحبا بالاخوات ومرحبا بكل اخوات الجدد يعني التحقوا بالاسره نتاعنا. ينسى الواحد يعني كاع راكم كيفي ننسو. شوفي كان الاخت اللي سموها لينا قلت لك حنايا، قلت لك انايا الزوج تاعي يخلص 5 ملايين، قالت لك حنا 7 افراد، قالت لك تكردي وفي تكردي عندها مشكله، قالت لك انا قالت لك انا نكردي تلحق لي حتى ل 2 ملايين وساعات تفوتها غير مواد غذائيه، وهما غير 7 افراد يعني ما همش غير هي والزوج وولادها 5، يعني ما شادك انت تصرفي كاع 2 ملايين. ونصح الاخوات ولا تكردي، شوفي اكبر مصيبه للاسره هي باش تروحي ديري كارني وتكردي، اكبر مصيبه. كل الناس اللي كانت تكردي حتى ماتت وهي قاعده غير تكردي وخلات ولادها يكردوا، راني نخبر فيك الكريدي امحي داك كارني حرقيه ولا قيسيه ولا شوفي كي ديري له من هذا الشهر، بطلي كاع الكريدي مادامك حيه. شوفي شاديري 5 ملايين اختي راكي بركه كنت عارفه كي تمشي، انتوما 7 افراد. شوفي انا شي قلت لكم التقسيم اللي عطيته لكم تاع 5 افراد 6 افراد 7 افراد حتى 8 افراد عندهم نفس الكميه اللي ياكلوها. تكذب عليك وحده تقول لك شوفي انت كي ديري كديري كيكوطه واحده ولا كيديري تعجني عجين واحد، تشري ليموناده كتشري لهم كامل، اي حاجه كتشريها راك تشري العائله كامله، ماشي كل واحد راك ديري لها ميزانيه واحده. شوفي الاخت انت هذه 2 ملايين تاع الكريدي بطليها، شاد ديري انت قبضي جبدي غير 3 ملايين 2 ملايين خليها ابار، يعني دائما دسوا شويه دراهم اون سي جامي شيكم مرض. شحال مره راني نهضر معاكم قلت لكم الدنيا هذه ما ترحمش، والله العظيم وتطيح بك اختك اختك بنت امك وما تعطيكش، ولا خوك ولد امك وما يعطيكش. العصر تاع دوك راه كل واحد تاع اسرته وتاع روحه وصاي، يعني الاخوات ديالي راهم يجاوبوني في الكومنتات وتقولي عندك الحق، يعني ما هذا هو العصر ديالك يا يعني الجفاوه اكثر من من عددهم كما يقولوا. 3 ملايين جبديها انت، 2 ملايين حطيها بجهه 3 ملايين جبديها، شديري روحي جيبي ذا مليون، هذا مليون شتجيبي روحي جيبي 750 حتى 800 مواد غذائيه، جيبي غير اللي ياكلوا ولادك، ما تروحيش تخلطي لي داك العدس الاحمر والمخرطه وهذاك كيسموها يا ربي لهم يجيبوها داك اللي ياكلوه الشرقيين اللي داير كيما القمح نتاعنا هذا. قلت لكم بعد كيتفكروا كل الاخوات ولا يفكروني بين الاخوات، انت شدك لهذاك الصوالح ها انت شري غير المواد الغذائيه ياكلوها ولادك، جيبي المواد الغذائيه ديري لائحه يعني قائمه كيف في دارك، ديري قائمه ديري العدس الحمص اللوبيا المقارون الشوربه الشهية هذيك، ديري الملح ديري السكر ديري الكميه اللي يستهلكوها ولادك، ما تفوت لك 750 800 انا متاكده 1000% باسكو انا ثاني عندي هذه الميزانيه. ديري كيما هكا 750 800 جيبي فيها الفارينه وجيبي فيها السمين وهني روحك، وجيبي فيها بيدو تاع زيت وهني روحك، انت الزيت صحفظي او انت تقعدي غير تقلي 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 وتدفقي تقلي ولا عندك البنات يقلو يدفقوا. ديري كيما نقولك 750 800 يا السيده لينا وجيبي فيها ثاني تبقى لك ديك 200 روحي جيبيها، جيبي وحده قهوه وحده سكر وحده مقارون وحده 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 كل حاجه جيبي منها وحده بديك 200 وحده زيت تاع ايطرو، جيبي كل حاجه وحده 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 كيما المواد الغذائيه اللي جبتي لي تاع الشهر كامل بديك 750 800 روحي جيبي ثاني وحده سكر وحده قهوه وحده طوماطيس وحده زبده تاع نص رطل هادو جيبهم، هادو كي تجيبيهم
هذيك 200 الف روحي خزنيها ابار، ديريها تحت البوطاجي ولا في كرطونه ولا ليسونسييل وين عندك الدسي، هذيك ما تخربيش فيهم، ما تولي عندك البنات وما توريهمش ليهم، هادو خليهم جهه وغادي تستعملي غير المواد تاعك تاع الشهر. الكريتي ولا تروحي له، روحي للمليون الزاوج، الدنيا ما كانش اللي ياكل اللحم كل يوم، ما كانش اللي ياكل اللحم كل يوم. كي نروح نقضي نقسم هذاك مليون على 4، كل شهر عندي 250، كل سيمانه عندي 250، هذيك 250 من الاحسن كون تعجني. على قلت لك جيبي السميد والفرينه تعجني احسن من اللي تشري الخبز، باسكو شري الخبز يدي الدراهم عن تجربه اكثر من اللي تعجني. هذاك مليون قسمي على 4، كل سيمانه روحي صرفي 250، مرات 50 الف هذيك جيبيها دجاج، مرات جيبيها سردين وقسمي سردين، ديري رطل ونص قليه كيما وريتكم، ونص رطل ديريه دي بولات تاع الاخر تاع دولمه، هذيك البولات تاع الدولمه خدميهم وديريهم في بورتمونجي كيما وريتكم، ودخليهم المجمده نسيهم، وهذاك النهار طيبي لولادك السردين ديري شويه بطاطا وديري شويه سلطه، اشري لهم قرعه ليموناد، ليموناد شحالها دير كاع، ولا شري زوج تاع ليموناد يعني ما فيها والو، ولا لا عندك ديري جي ولا كي طلع لك انتيا، ماشي كيما نهار. لازم هذه 250 تمشي على حسب الميزانيه، والخضره كي تجيبي جيبي غير اللي ياكلوها ولادك، انا ولادي ما ياكلوش الدنجال ما نجيبهاش، ولادك ما ياكلوش الكورجات ما تجيبيهاش، ولادك ما يعني جيبي غير الحوايج اللي ياكلوها، كي ترفدي دراهمك قعدي تشوفي في دراهمك وتشوفي في السلعه. مثلا الديسير شات جيبي راه العنب دوك رخيص شويه، جيبي مثلا رطل تاع عنب وجيبي رطل تاع حر في النهار، اليوم ديري لهم رطل تاع عنب مع داك السردين، وغدوه ديري لهم رطل داك تاع الحره مع اي حاجه، يعني ها كيما هكا ماشي، نهار ديري قطيه يورت، نهار ديري فلون، نهار ما ديريش، نهار جيبي قرعه ليمونات، نهار لازم هذه 250 ما تفوتيهاش، ماشي كيما نهار. ولا شريتي دجاج قطعي ديك الدجاجه، جيبي دجاجه برك تاع كيلو ولا كيلو شويه، قطعيها كيما نقطعهم كاع طروفه طروفه، يعني غير باش تبني شكون اللي ضاق راه يشوي، غير تبني وهني راسك انت، المهم يكون عندك ميزانيه، ميزانيه هذا مكان. والمليون هذاك اللي تكوني مخليتها بجياني، قلت لك خلي زوج ملايين بجيه، يعني عن تجربه تبعوني وتشوفي الا ما نجحتوا، ديروا غير شهرين وتشوفي الا ما نجحتيش. والمليون هذاك اللي يبقى اش ديري به؟ لا جاوك فاكتور خلصي، ما جاوكش لي فاكتور، الفاكتور غادي يجونا شهر وشهرين ما يجوش، شري خلصي منهم بالك الانترنت، عندك اللي يركب عطيه باش يركب، كي نقولوا حنايا عندك اللي يشرب الحليب شري لها قبصه لحظه سبيسيال وحطيها له، ديري كيما هكا عارفي هذا مليون ديري ميزانيه يعني بجيها، اذا جات ضو الغاز خلصي منه، ما جاكش والماء ما جاكش خلي دراهمهم ابار، خلصي منهم الانترنت، خلصي كي نقولوا حنا اللي يبغى يركب عطيه باش يركب، انت لازم تكوني تتحكمي في دراهمك. جربي هذه الخطه مده شهرين ورجعي لي الخبر، اذا لقيتي روحك ما نجحتيش فيها ما تزيديش تتبعيني انا، يعني هذه ميزانيه تاع 3 ملايين حتى 8 اشخاص في هذه القضيان كيما كتشوفي. وقلت لك هذا القضية والفارينة بالنسبة لي يكون عندها كيما 5 6 7 8، ما تشريش فارينة تاع كيلو، وما تشريش 10 كيلو، وما تشريش 5 كيلو، شري تاع 25 كيلو، راهي جودة ودير 70 الف، كاين اللي دير 50 الف شوية مدرحة، وكاين اللي هذي تاع 70 الف روعة 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 روعة، أحسن من ماما عن تجربة. كي نجيبها المرجي كي تكمل لي ونجيبها لك، أنا تشدي 3 اشهر عاد نعجنها ندير ساعات الكعك، ندير ساعات صوالح لولادي، امشي بهذه الطريقة. ها شوفي هادي ريكابتير وتبعي هذه الطريقه، اذا ما نجحتش هذا وهذه زوج ملايين نسيها كاع. الكريدي ولا تقربي، كل الناس اللي يديروا كارني كريدي ما يفلحوش. روحينا الاخت ثاني، كاين الاخت فوفو كانت تحاول تتصل بيا، قلت لها الفيسبوك تاعي راه في صندوق الوصف، تبغي تتصلي بيا راه في صندوق الوصف. كاين صابرينا قالت لي باللي راكي هضرتي ذاك النهار، قلت لي الذهب رهني وما تبيعيش، واه رهني وما تبيعيش، بصح ما تروحيش ترهني في البنكه، باسكو البنكه فيها لي زانتيري، ولي زانتيري نعرفهم باللي حرام، انت رهني عند خوك، رهني عند اختك، لي مضمونين، ما تمشيش للبرانيه، البرانيه يديها ويبلعطك، يعطيك الدراهم بصح يبلعطك في الرد، روحي عند خوك ولا روحي عند اختك، اقرب الناس ليك، يعني هادو ما يفوتوكش، جافين بصح ما يفوتوكش، نعطي حديدتي ونقولها يا خويا ولا يا اختي سلفني ديك القده، سلفني مليون ولا سلفني 500 ولا 900 ولا اللي كنتي تحوسي عليها. قول اخويا ولا اختي كي نرجع لك دراهمك رجع لي حديدتي وستوبي، هذا مكان بصح البنكه ولا تحكي. كاين الاخت يعني حنا نعرفوا ثاني الدين ماناش هوايش باسكو حنا ماشيين بما يرضي الله، انا كي نقول لكم كلام
يعني مقتنعه به ودايرته في داري. انا جامي ولادي ياكلوا الحرام وراجي جامي عمره دخل الحرام. كاين الاخت ايفان ثاني من غردايه، يعني قالت لي ترحب وشكرتني، قالت لي يعني رانا مستافدين منك. كاين ثاني يويو تي تي ثاني شكرتني على واش عطيتها. زيدي ثاني وحدك شي الاخت ثاني قالت لي عطينا افكار، يعني عجبتها الشيء اللي راني نديرها، انا عاجبها وراهي ماشيه لاباس عليها. كاين ناديه قالت لك دعوا لها بالسكنه، هذا الاخت سموها ناديه، وان شاء الله دعيا كل الاخوات اللي راكم معايا دعوا للاخت هذه ناديه باش ربي يفتح عليها بسكنه. بصح قلت لها انت ثاني في الميزانيه تاعك عارفه كتستحافظي، وانا اللي تخرجك السكنه دقي باش تخلصي. ايوا كان الاخت احمد، اخت محمد بن سعيد ثاني ترحب. زيدي ثاني كاين واحده اخرى كاين الاخت ثاني شكون هذه الاخت ثاني ميمي قالت لك يعني شكرتني قالت لي نتصرف نفس التصرف اللي كتصرفي به انت والحمد لله راني صايبه روحي. يعني قالت لي قال الافكار اللي عطيتيها لنا راني ماشيه بها راني ماشيه بها قالت لي وراني صايبه روحي. قالت لي يعني نحمد ربي حتى خلاص ونشكرك. قلت لها شكري يا ربي ما تشكرينيش انا ثاني غير تعلمت من الكبار وانا نولي في خواتاتي، يعني انا عند ربي راكم خواتاتي. كاين ناديه كاين ناديه يعجبها التقسيم نتاع الشهريه نتاعي، يعني انا ماذا بيا نعطيكم افكار، يعني خصوصا الاخت لينا هذه يعني عرفي قلعي كارني الكريدي، كارني الكريدي قلعيه هو اللي راح يجيب لك مصيبه صدقيني، ما يخليك ديري والو تولي غير تجيبي الشهريه وتوصيها للحانوت. هو ماذا بيه الحانوت على ما كيزيد سورتو تاع الكريدي يا حسراه. انت وين عرفتي ديك السلعه ولدك شحال باعها له ولا خلاه؟ قلعي الكارني كريدي عن تجربه وقعدي مده شهرين طبقي الشيء اللي نقول لك انا فيه، اذا ما فلحتيش فيه ما تعاوديش تبعيني. هذه هي الاخوات، يعني كل الاخوات كانوا يشكروا فيا، يعني قلت لهم الشكر ربي انا ثاني تعلمت من عند الكبار برك. وثاني كاين الاخت وحده ثاني قالت لي قالت لي الحمد لله يا ربي، قالت لي هذه الاخت ميمي قالت لي نحمد ربي قالت لي انا الزوج تاعي مليح يعطيني انا باش نصرف، وقالت لي راني نتبع في افكارك برك، قالت لي نتبع غير كي شاديري انتيا وكي تقضي انتيا، قالت لي راني نحمد ربي وراني دايره بيت الخزين وما قالت لي راني بديت بيت الخزين وراني ما خصني والو. يعني شوفوا الاخوات ادوا منهم يقروا لي كومونتير ودوا افكار من عند الاخوات. وثاني جاوبوا الاخت كيما هذه تاع الملح، قالت لك حنا الملح الازرق واش فاق بينه وبين الاصفر، اللي تشري الملح اللي علامته يعني بين لومبلاج تاع ازرق توري الاخت هذه. الطوماطيس ثاني يعني وريت الاخت، يعني ما نفس الشيء كيما الحاره غير واش هي عندها شويه بنه بنينه شويه على الحاره، ياك ما نكذبش عليكم عن تجربه النعناع ديري كيما قلت لك المربى وجدي في دارك لوليداتك دوك يجي الدخول المدرسي. ها وينا الدخول المدرسي ثاني لازم ياكلوا، من لازم توجدي لهم الصباح العشيه طيبه كاش حاجه، والصباح لازم ديري لهم مربى ديري لهم اتاي ولا ديري قهوه بالحليب كيما كتشوفي، ولا حطي علبه تاع الزبده ثاني ياكلوا ولادك يشبعوا ويروحوا. وكاين ثاني واحد الشي الطريقه يعني نعطيها للاخوات عن تجربه، انا ديتها من وحده عامله ماشي كلمه قال ودرتها في داري والحمد لله. شوفي انت كي الزوج يجيب لك الخبز شريتي بانات تاع خبز دائما زيدي وحده ولا زوج، هذيك وحده ولا زوج قسميها قسميها على زوج كيما هكا ديري فيها الساشي ودخليها في الكونجيلاتير. شوفي قسما بالله الوقت اللي تبغي تجبديها ولا طيحي اون بان ما عندكش الخبز في الليل، ولا كي نقولوا حنا ولادك يبوا الصباح ياكلوا خير ملي يضل يخرجوا لك في الشتاء، شاديري نوضي شويه بكري يعني قبل ما يتقهوى بنص ساعه حتى لساعه، جبدي هذيك الساشي ما تخليش الخبز في الساشي اللي تكونجلا فيها، قلعيه ولميه في سربيته وحطيه غير فوق البوطاجي. قسما بالله يا الاخوات هاد لاستيس يعني يرحم هذه اللي وريتها لي عامله، انا كي كليتها عندها حسبتها شاريات حتى قالت لي لا، خاطر الصباح بكري حرت انايا قلت لها كيفاش شريتي الخبز؟ قالت لي ما شريتش، قالت لي هالطريقه ديري في المجمد فيها ساشي من يكون جديده ديري في المجمد الصباح الاخر ولا في الليل ولا الوقت اللي تبغي تجبدي، قلعيه من الساشي باسكو تطلق ليميديتي من بعد كي يبدا يدي كونجلا، قلعيه طويه في سربيته قالت لي ولا غطيه بكير شحال المهم غطيه ما تخليش عليه حطيه غير فوق البوطاجي. قالت لك شوفي ساعه نص ساعه قسما بالله اللي يرجع الخبز كيما هو تقولي جابوه لك من الكوشه، يعني ما عند بولونجي غير ضربك، يعني جربوا هالاخوات
احسن ما تضلي ترسني فيه ولا داك الصباح بكري وما تحسيش الدنيا كاع كي دايره. كيكون الزنقه خاويه احتملي كل شيء في العصر، في العصر احتملي كل شيء، ولا في الليل طيحي اون بان ولا استعمليها. يعني انا افكار نعطيها للاخوات يعني تاع الخبز كيما نهار هذه هي. ونتمنى الاخوات كاع اللي عندها شي استفسار ولا يعني تسالني وانا نجاوبها يعني بكل اريحيه. انا ماذا بيا راكم منسيني، انا ثاني ما عندي حتى واحد بصح بيكم انتوما، راني متونسه قسما بالله، انتوما خواتاتي وانتوما ما وانتوما اختي وانتوما كلشي، راني نتونس بكم يعني كيما راكم متونسين بيا. ونتمنى الاخوات يدعموني بليجام ويشاركوا في القناه، والى الملتقى باذن الله. ايوا انا جبت اليوم ثاني التخزين، تقدري تخزني ثاني المربى تاع الحره التين كيما يقولوا له بالعربيه، واللي ثاني مفرنصه ولا ساكنه في الجاليه يقولوا له ليفيك. هو هنا هذا انا جبته باش ندير به يعني ماشي نديره كاع، طرف ناكلوه وطرف ندير به المربى يعني نخزنه، ندير نخدم المربى ونديره كيما في انا كل عام ندير هكا ونديره في الفريجيدير. انا ما نديرش في المجمد، انا الطريقه اللي نخدم بها ديريه في الفريجيدير يقعد 7 اشهر 8 اشهر حتى 9 اشهر ما يصرى له والو، يعني عن تجربه الطريقه اللي نخدم بها انايا ما زيدت فيه يعني لا مواد حافظه لا والو، يعني الطريقه يشد لي حتى 9 اشهر يعني غير في الثلاجه ماشي في المجمده، عن تجربه يعني شتا كامل نعطي الولاد ياكلوا منه احسن من اللي نروح نشري انا العلب هذوك وما تحصيلا كاع باش خادمينه لا هو حره صح ولا غير مطرافيكي. دوكي نبدا نخدم، اذا كنا نوزنه نوزن خاطر باسكو يمشي بالمقادير، نوزن الكميه اللي باين نديرها مربى ونوري اخواتي كيفاش هي يخدموا. ايوا هنا في المرحله هذه وزنت هنايا، هنا عندي 3 كيلو وهنا عندي كيلو ورطل، يعني في المجموع عندي 4 كيلو ورطل تاع الحره، يعني بالفرنسي الناس اللي الاجهان يعني في الجاليه سموه لي في اللغه العربيه سموه التين كما يقولوا. هنايا نجيب عندي في هذه 4 كيلو 4 كيلو ورطل، عندي السكر هنايا عندي 2 كيلو ونص ورطل، يعني ديري حساب راه يتخرج لك يعني كميه كبيره كما كتشوفي هنا. حنجيب مقص باش نحل، يعني كل كيلو ورطل تاع حره ديري لها 750 غرام، ديري الحساب كل كيلو ورطل تاع حره ديري لها 750 غرام تاع سكر، يعني انا من راني دايره 4 كيلو ورطل لازم ندير 2 كيلو ونص ورطل، يعني موزونين ماشي غير من سي راسي هكا، يعني اللي تبغي دير كميه قليله كل كيلو ورطل ديري لها 750 غرام تاع سكر. يعني نعاودها للاخوات، يعني هذا جزء من التخزين، يعني كيجي البرد اولي باش تضلي تشري في هذوك القواطه هذوك تاع هذوك العلب هذوك تاع الكونفيتير خدمي في دارك ها يشد لك حتى 9 اشهر صدقيني يعني عن تجربه. وما تقوليش السكر راه بزاف باسكو هذا راح يطيب فيه كميه قليله تاع الماء، ما حطهاش مليح. ها 2 كيلو ونص رطل ها هو يعني هذه كمية السكر اللي تجي فيه. نديرو 2 كيسان تاع ماء، الكاس اللي يوزن 250 مليلتر تاع ماء في 4 كيلو ورطل تاع حرة ديري 2 كيلو ونص ورطل تاع سكر و 2 كيسان تاع ماء تاع 250 مليلتر شوفي 250 مليلتر تاع ماء ديري الحساب. القرفه اذا كان عندك تاع الغبره ديري غير قرصه، عندك تاع العود ديري قرصه كيما هكا هذا مك زيدي ديري قرصه تاع هكا مغرف صغيره تاع لافاني صدقيني يجي مربى احسن من المحلات. انا كي نشري لافاني ها مغرف صغيره كيما كتشوفي تاع لافاني هذا كيجي احسن ملي تشري من برا، يعني صحي يشد اكبر مده الشتوى كامله وانت تاكلي منه. جيبي نص حبه تاع الليم تكون كبيره ولا حبه صغيره، انا عندي حبه كبيره قسمتها تقريبا على 2 كيما كتشوفي هنا عصريها يعني عصريها مليح كيما كتشوفي هنا، يعني والله العظيم غير جربوه. وديجا راني دايرتها في بدايه القناه نتاعي
يعني اللي تبغي ترجع للفيديو يعني مباشره تلقى لنا الوصفه. ايوا هنا وزيدي قيسي هذه يعني ما كي نقولوا حنايا زيديها في هذاك السكر وغادي تخلطي كيما هكا، خلطيه مليح وروح نديها انا فوق النار حتى يذوب. كي يذوب لي السكر يبدا يغلي عاد نرجع معكم. ها هو الا كيما كتشوفي راه يبدا يغلي، نبدا ندير في الحره نتاعي كيما هكا، يعني من بعد اللي غاسلتها وخليتها قطرت نديرها في هذاك السكر هذاك تاعي ونقص عليها النار ونخليه في خاطر ساعه ساعه تطلع هذيك الرغوه اقلعيها وصاي. هذا مكن كيما كتشوفي كيما هكا، يعني احسن ما تروحي تشري من برا ويجي غالي، خدمي في الدار كيما كتشوفي كيما هكا.